السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع قالمة لنقف على الأشغال تاع المركز الجامعي الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا في مدينة قالمة، واللي يعتبر إضافة للجامعة ككل، يعني جامعة العربي بن مهيدي بمدينة قالمة، واللي يحتوي على 10,000 مقعد بيداغوجي زائد 2 مراكز لإيواء الطلبة. وللعلم أن هذا المركز الجامعي الجديد يتخصص في علوم المعرفة وكذلك علوم تاع المعلوماتية والعلوم يعني تاع فيما يخص يعني كل الفروع الجديدة اللي تم استحداثها لمواكبة يعني التطورات الاقتصادية الأخيرة اللي يعرفها العالم. إذن كان من اللازم أن يعني نخلق فروع جديدة في جامعتنا. أترككم تتابعون والسلام عليكم.